النهارده بارت 11 وده اخر بارت يلا في المنهج. طب بالنسبه لبارت 10، بارت 10 الفيديو بتاعه موجود بيتكلم عن حاجه اسمها الايه؟ الستيتس وما هي الدوله. رفعت الفيديو بتاعه موجود عندك على اليوتيوب تمام؟ متصور بطريقه حلوه جدا 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 وصور بقى وشغل طالع ونازل وشغل يوتيوبر على الاخر تمام كده؟ كان معمول على اعلى مستوى كده السنه اللي فاتت وكنت عامله على مزاج ورواقه وانا قاعد في البيت تمام؟ المهم الفرق الوحيد بس الورق هو هو، الترقيم هو هو، الفرق الوحيد ان في الفيديو هتلاقيني عمال اقول لك ده بارت 9، ده بارت 9 اللي بيتكلم على ايه؟ على الستيتس ما هي الدوله والدوله بتتكون من ايه ويعني ايه دوله؟ مع ان هو ترقيمه السنه دي بارت ايه؟ 10، لكن الورق هو هو، الماده هي هي، الكلام هو هو، مش بس كده، ده انا كمان مزود في الفيديو جدا، يعني الدكتور السنه اللي فاتت كان شرح باستفاضه، السنه دي هو شرح ايه؟ على خفيف، ما استفاضش قوي، يعني الفيديو فيه معلومات ازيد مش اقل. كل ما اطلب منك هتتفرج على الفيديو يبقى انت كده خلصت بارت ايه؟ 10، اوكي؟ وسهل جدا وشرحه حلو جدا وهيفيدك جدا، اوكي؟ وهيبقى في اسئله كمان في النص. خلص يلا مع بعض بارت ايه؟ 11، قبل ما نخش تاني بارت 11. بارت 10 اللي هو بيتكلم ما هي الدوله؟ الدوله بتتكون من ايه؟ اللي هي شعب واقليمه ايه؟ وحكومه تمام كده؟ ده موجود عندك بارت 10 في الفيديو هتلاقيني بقول فيه بارت 9، ده بارت 9 لانه اتصور من ايه؟ السنه اللي فاتت، لكن هو اصلا اسمه بارت ايه؟ 10 تمام كده؟ وهراجعه وهشرحه تاني في الريفيجن وهنحط عليه اسئله كتير وما تقلقش يعني خلاص؟ خش يلا بارت 11 يلا بينا هنختم بيه النهارده. عايزين نضرب بقى الرقم القياسي النهارده ونخلص حصتنا كده في ايه؟ بما ان هي صفحتين نخلصها في ايه؟ في اقل من نص ساعه ماشي؟ النهارده هنتكلم في تشابتر 5 في حاجه اسمها الدبلوماتيك اند كونسيلر ريليشن، حاجه اسمها يلا دبلوماتيك اند كونسيلر ريليشن. يبقى كلمه السر بتاعتنا النهارده هي ريليشن. العالم كله بينهم دول والدول دي لها علاقات تمام كده؟ فعندنا دول ومنظمات بس احنا هنفوكس اكتر على مين طبعا؟ دول تمام؟ الدول طول الوقت في ما بينها علاقات، حتى الدول اللي ما بينها مشاكل ما بينها حرب خلاص؟ زي فلسطين وزي اسرائيل تمام كده؟ اثنين قعدوا مع بعض بوساطه امريكيه ومصريه ورجعوا لوقف اطلاق الايه؟ النار، بيدعكوا في بعض وفي صراعات مسلحه ما بينهم ومع ذلك خلاص؟ في علاقات ولو ما قدروش يتواصلوا مباشره هيتواصلوا من خلال وسطاء زي مصر وايه؟ وامريكا، يعني حصل علاقه ما بينهم اهو تمام؟ عشان يوقفوا اطلاق الايه؟ النار تمام؟ نفس الكلام ما بين مصر واثيوبيا، اثيوبيا بتتعنت بقى لها 10 سنين وعماله تبني السد وتاكلنا الحلاوه واصبر بس انا مش عارف ايه اصبر بس وعاملين يسلمونا 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 مش راضيين ينفذوا الطلبات المصريه وهيقللوا الحصه بتاعت الميه بتاعتنا ومع ذلك لغايه النهارده في ما بينها وما بينهم ايه؟ علاقات، شويه المفاوضات تشتغل وشويه المفاوضات تقع، شويه المفاوضات تشتغل وشويه المفاوضات تقع، والنهارده مصر والسودان في جنوب السودان عاملين مناورات عسكريه اسمها حماه النيل، وقبلها من فتره كان في مناورات عسكريه اسمها نسور النيل، تمام؟ بنستعد ان احنا لو كل الحلول الدبلوماسيه والحلول السلميه فشلت هنلجا لضربه عسكريه لان المساله حياه او موت، تمام كده؟ احنا اكتر من 100 مليون بني ادم، 100 مليون بني ادم عايشين على 55 مليون متر مكعب من الميه، ال 55 مليون متر مكعب من الميه دول هم حصتنا من الميه من زمان. تمام كده؟ من ايام ما كان عدد المصريين 20 مليون، احنا النهارده اكتر من 100 مليون. احنا اصلا سواء في مشكله السد او ما فيش مشكله السد، مصر بتصريح رسمي من رئيس الوزراء من كام شهر، مصر دخلت في مرحله الفقر المائي، يعني ايه الفقر المائي؟ يعني المايه اللي موجوده كده كده مش مكفيانا، تيجي انت بقى اثيوبيا عايز تقللها لي كمان، هي اصلا مش مكفيه، تمام كده؟ وبالتالي نلجا للحرب ولا نمشيها دبلوماسيه؟ الحروب مكلفه. مكلفة جدا والصراعات العسكرية مكلفة جدا، يبقى نحاول نحلها الأول بطرق إيه؟ دبلوماسية، مرة واثنين وثلاثة وعشرة، خصوصا لو دخلت في مشكلة عسكرية الموضوع مش هيعدي بالسهل، ممكن يتفرض عليك عقوبات، ممكن هم يجروا مجلس أمن، الموضوع مش هيعدي بالسهل، ده غير إن ممكن يكون في خسائر اقتصادية للطرف، حتى لو كسبته، حتى لو ضربت السد، ممكن إن أنت صرفت فلوس كتير جدا عشان تعمل ده، فمحدش يعرف إيه النتائج، يبقى الحل بدل ما نلجأ للصراعات العسكرية نحلها بطريقة ودية ودبلوماسية، تمام كده؟ وصلت الفكرة؟ طب يعني إيه دبلوماسية؟ تمام؟ يقول لك الراجل ده كلامه دبلوماسي كده كلامه زي العسل، تمام؟ الناس اللي ايه بيطيبوا الخواطر دول، الناس اللي بيطبطبوا، فالدبلوماسيين معناه ان انت تحل الموضوع بايه؟ زي بلغتنا المصريين كده نحل الموضوع بايه؟ بالشياكه، تمام كده؟ يبقى لو قلنا ان في علاقات ما بين الدول، مجرد ان في علاقات ما بين الدول يبقى دي نقدر نقول عليها علاقات دبلوماسيه او قنصليه، علاقات يلا؟ دبلوماسيه او قنصليه، وبالتالي يبقى عندنا مصطلحين، مصطلح اسمه diplomatic relations ومصطلح اسمه consular relations. طب ايه الفرق بين العلاقات الدبلوماسيه والعلاقات القنصليه؟ طبعا تشابه الاول زي ما احنا متعودين، تشابه علاقات ما بين دول، علاقات ما بين ايه؟ دول، تمام؟ دلوقتي مصر عايزه تكلم مثلا امريكا، فممكن تخلي سفير مصر يكلم سفير
امريكا، او وزير خارجيه مصر يكلم وزير خارجيه امريكا، او رئيس مصر يكلم رئيس امريكا على المستوى العالي، يعني ممثل رسمي للدوله بيكلم ممثل رسمي للدوله زي سفير وسفير او رئيس وزراء ورئيس وزراء او وزير خارجيه ووزير خارجيه. دي بنسميها علاقات دبلوماسيه، علاقات يلا دبلوماسيه. طيب انا واحد مصري تايه في امريكا وعندي شويه مشاكل وراح اخلص والباسبور بتاعي خلص او ضاع، فرحت السفاره المصريه في امريكا، انا في امريكا دلوقتي، فرحت السفاره المصريه في امريكا، لما اخش السفاره هقابل السفير ولا هقابل القنصل؟ قنصل. السفير ده بيقابل سفير زيه او بيقابل رئيس دوله او بيقابل وزير، فالسفير ده هو ممثل الدوله، يبقى السفير المصري في امريكا موجود عشان يتعامل مع الحكومه الامريكيه، يبقى سفير مصر في امريكا موجود يلا عشان يعمل علاقات دبلوماسيه مع مين؟ مع سفير امريكا، مع وزير في امريكا، مع رئيس امريكا. يبقى هنا السفير ممثل الدوله وبيتعامل دوله لدوله، تمام كده؟ لكن لو انا مواطن عادي مصري، تمام كده؟ رايح السفاره او رايح حاجه اسمها القنصليه، وساعات الاثنين بيبقوا موجودين في مكان واحد، بنسميها ميشن، بنسميها الله ميشن او بعثه، تمام كده؟ البعثه الدبلوماسيه لمصر في امريكا بيبقى في سفاره وقنصليه، وساعات الاثنين بيبقوا موجودين في مكان واحد. لما اخش انا بقى البعثه دي مش هقابل السفير، امال هقابل مين؟ القنصل. يبقى القنصل المصري في امريكا موجود ليه؟ عشان يتواصل مع الوزراء الامريكان ويتواصل مع رئيس امريكا، ولا عشان يحل مشاكل المصريين ويتعامل مباشره مع المواطن؟ تمام كده؟ فهمنا الفرق بين كلمه دبلوماسيه وقنصليه؟ تمام؟ طيب سنه 1979 ايه 79؟ ايه اللي حصل؟ من اهم الاحداث اللي حصلت في العالم هي الثوره الايرانيه، الثوره يلا. الايرانيه كانت مملكه وكان يحكمها شاه، تمام، اسمه بهلوي، المهم كان بيتحكم فيه الانجليز، وكان الانجليز سارقين ثرواتهم وما كانش محتلين، بس كانت الانجليز مسيطره عليه، وكانوا محتلين يعني يعتبر نقول سارقين الثروات البتروليه بتاعتهم، رغم من اكثر الدول باي ذا واي اللي عندها بترول في العالم، تمام كده؟ المهم الشعب عمل ثوره، وقياده في الاول كانت من كل الاطياف الشعب، بعدين لغايه ما جه واحد ركب الثوره اسمه الايه؟ الخوميني، وركب الثوره ودان، تمام كده؟ سيطر على الثوره وقلبها من ثوره شعبيه خلاها ثوره دينيه، ويمكن من اكثر الدول في العالم التي يعني لها طابع ديني وعندها هويه دينيه خلاص هي ايران، تمام؟ لدرجه ان مذهبهم شيعي وكاتبين في الدستور بتاعهم ان المذهب بتاعهم شيعي، لا مش اي شيعي، الشيعي ده كمان مذاهب جواها طوائف، مذهب اسمه الشيعي الاثنى عشر الجعفري. ازاي ايران وصلت من مملكه ان هي بقت المذهب الشيعي الاثنى عشر الجعفري، تمام؟ هم ناس مؤمنين يعني بان سيدنا علي ليه ولاد، والولد ال 12 ده اختفى وبعد كده هيجي في اخر الزمان يحررهم ويحرر الكوكب ويحرر العالم، وهو كده ايه الشخص اللي ايه هيقودهم زي فكره المهدي عندنا كده، تمام؟ المهم بدون الخوض في تفاصيل دينيه. الثوره الايرانيه عملت حاجه غريبه قوي، بدات بثوره طلابيه عادي خالص، فهم كانوا طول الوقت بيكرهوا امريكا وانجلترا، بيكرهوا مين؟ لان امريكا وانجلترا هم اللي سارقين ثروات الايه؟ الشعب، تمام كده؟ فاول ما الثوره حصلت يلا يلا همجه فوضى مش عارف ايه، هوبا دخلوا السفاره الامريكيه، سيطروا على السفاره الامريكيه واحتجزوا اكتر من يعني يمكن نص السفاره، نص الموظفين اللي موجودين هناك، وعارفين احتجزوهم قد ايه؟ خلوهم هوستجز قد ايه؟ يوم يومين ثلاثة، يعني شوية طلبة كده، تمام؟ حجزوا وخدوا السفارة بالسفير بالموظفين المهمين هناك، في طبعا ناس هربت بس اللي اتمسك فضلوا هوستجز، يعني ايه هوستجز؟ رهاين لمدة كام يوم؟ تخيل كده يا رب 444 يوم، انت متخيل؟ يعني سنة ونص ولا سنة وكام شهر، تمام كده؟ فضلت المشكلة دي شغالة ما بين مين بقى ومين؟ أمريكا تقول افرجوا عن الرهاين، الرهاين تقول لهم مالناش دعوه ده شويه طلبه هم اللي ايه؟ اللي احتجزوهم. فامريكا تقول لا يعني انت مش قادر على شويه طلبه؟ وبعدين السفاره دي المفروض ليها ايه؟ حصانه، السفاره دي يلا حصانه ما فيش اي حد يقدر يخشها، والسفاره ليها علم، يعني حتى السفاره يعني مثلا دي سفاره امريكا، يبقى ايه القانون اللي يطبق جوه؟ امريكا، مع ان السفاره في ايران زي العلم زي السفينه، فدي ليها حصانه والمفروض السفير له حصانه والمبنى كمان ليه؟ حصانه. انتوا بتعملوا ايه؟ تقوم انا تقول انا مش عارف اعمل حاجه، وعن ايران هي اصلا اللي مشجعاهم ان هم يعملوا كده ومدياهم سلاح عشان يعملوا كده. لغايه ما وصل الموضوع لمجلس الامن والامم المتحده، والامم المتحده اصدرت قرار بان ايران تبقى مسؤوله ولا مش مسؤوله؟ مسؤوله ليه؟ يعني دلوقتي ايران مسؤوله على ان اللي حصل في السفاره الامريكيه اللي موجوده جوه ايران، مسؤوله ولا مش مسؤوله؟ مسؤول؟ ما ان شاء الله يكون قوات مسلحه، المفروض انه في حكومه وفي جيش يقدروا ان هم يحرروا الرهائن دي، فده يعتبر نوع من ان الحكومه موافقه على اللي بيحصل. بل بالعكس ده الحكومه الايرانيه كانت بتشجع اللي بايه؟ اللي بيحصل، وبالتالي مجلس الامن والامم المتحده طلعت قرار ان الحكومه الايرانيه مسؤوله، ومحكمه العدل الدوليه طلعت حكم بان لازم ان الرهائن دي يتم افراج ايه؟ عنهم، وان ايران تدفع تعويض، ليه بقى؟ لان السفاره دي ليها حصانه،
وكل الممثلين الدبلوماسيين والموظفين ليهم حصانه. بسرعه جدا. طب انا جبت الكلام ده منين؟ القواعد دي جايه منين؟ يعني مين اللي قال ان السفاره يبقى لها حصانه؟ ومين اللي قال ان الموظفين دول ليهم حصانه؟ تمام كده؟ الكلام ده جه منين؟ يبقى اكيد اكيد خلاص احنا بنتكلم على قواعد دوليه. القواعد الدوليه مش مصدرها الدستور. القواعد الدوليه مصدرها الماده 38 من الاي سي جي اللي هم ايه المصادر؟ عندنا مصادر كتير، مصادر اساسيه ومصادر فرعيه، اهمهم ايه؟ معاهدات العرف. فالكلام ده جاي من معاهدات وجاي من ايه؟ من عرف، تمام كده؟ فلما نرجع بالتاريخ لورا خلاص هنلاقي ان في معاهدتين، معاهده اسمها فيينا كونفنشن اون ديبلوماتيك ريليشنز 1961. تاني يا شادي فيينا حبيبي مش اي فيينا تبقى 1969، احنا قلنا المعاهده لازم يكون فيها كام صفه؟ ثلاث معلومات. المعاهده اتعملت فين؟ وبتتكلم في ايه؟ وتاريخها ايه؟ يبقى فين وامتى؟ فين ويلا؟ وامتى؟ فين دي مدينه؟ امتى ده تاريخ؟ سنه، السنه اللي حصل فيها التوقيع، تمام كده؟ والموضوع بتاعها ايه؟ هنتفاجئ ان معظم المعاهدات اللي اتعملت في العالم اتعملت فين؟ في فيينا، اللي هي عاصمه النمسا اللي هي اوستريا، تمام كده؟ خلاصه الكلام فعندنا معاهده اسمها فيينا كونفنشن، اتفاقيه فيينا اون بقى لو اوف تريتيز 1969، دي معاهده ثانيه اللي هي بتاعت قانون يلا معاهدات، تعال نشوف اون ايه بقى؟ اسمها اون ديبلوماتيك ريليشن، يبقى معاهده فيينا ايه؟ المتعلقة بالايه؟ بالعلاقات الدبلوماسية سنة كام؟ 1961. يبقى دول العالم اتلمت سنة 61 في فيينا واتفقوا وكتبوا كلام ازاي نتبادل السفارة؟ ازاي السفر يبقى ليهم حصانة؟ ازاي كل سفارة ليها حصانة؟ ازاي المبنى نفسه محصن؟ ازاي المبنى ده له استثناء انه رفع علم بلده؟ خلاص فليه قواعد استثنائية من مبدأ الايه؟ الإقليمية زي فكرة السفينة بالظبط، ماشي؟ بعدين اتقعدوا بعدها بسنتين وعملوا معاهدة تانية اسمها فيينا كونفنشن اسمها يلا برضه يبقى اتعملت فين؟ فيينا اون ايه بقى؟ كونسل ريليشن عشان تظبط العلاقات القنصليه فرقنا يعني ايه قنصل تمام كده؟ اتعملت سنه 1960 بعدها بسنتين يعني 1963 تمام كده؟ طب المعاهدتين دول كتبوا ازاي الدول يتبادلوا سفراء؟ ازاي الدول يتبادلوا قناصل؟ ازاي الدول تتعامل مع بعض؟ ازاي السفير والقنصل ليه حصانه؟ كل الكلام ده اتكتب جوه المعاهدات دي تمام؟ طيب معنى كده ان قبل 1961 وقبل 1963 كنا ماشيين ايه؟ عشوائي؟ على خطه؟ ولا ماشيين بالعرف؟ عرف تمام كده؟ كان في عرف يعني منذ الاف السنين ومنذ مئات السنين كان عادي ان رئيس دوله او ملك يبعت لملك سفير والسفير ده لما يروح الكلام ده مثلا سنه 1800 و1500 و1600 يعني قبل التاريخ ده بمئات السنين تمام كده؟ والسفير يتعامل احسن معامله ومحدش يفتشه ويقعد في احسن مكان وليه حصانه وليه هيبه تمام كده؟ مش بس كده، لو كان رئيس دولة بعت لرئيس دولة أو ملك بعت لملك سفير والسفير ده حصل له حاجة أو اتقتل أيام العرف ده كان بمثابة إعلان حرب. متخيل؟ يعني لو سفير جاي لك من بلد أجنبية وأنت مش بس ما احترمتوش خطفته أو قتلته ده يعتبر إعلان حرب مصيبة تمام كده؟ وبالتالي قبل هذا التاريخ اللي هو كام يلا؟ 1961 وكام يلا؟ 1963 اللي هي المعاهدة الدبلوماتيك ريليشن والكونسول ريليشن كانت الدول ماشيه على العرف ماشيه على الله يبقى القواعد بتاعه الدبلوماتيك ريليشنز جايه من ايه؟ من مكانين جزء منها جاي من ايه الله؟ من الكاستمز او الانترناشونال كاستمز وجزء منها جاي من ايه الله؟ من التريتيز او الانترناشونال تريتيز اللي هم المعاهدتين دول فيينا كونفنشن الاثنين اتعملوا في فيينا واحده 1961 وواحده 1963 يبقى مش كفايه اقول فيينا كونفنشن وخلاص اني فيينا كونفنشن تتكلم في ايه؟ تمام كده؟ خلاص؟ وبالتالي بناء على هذه المعاهدات وبناء على هذه القواعد اتحكم في طهران كيس، ايه طهران دي؟ عاصمة ايران اسمها طهران تمام كده؟ يو ان اوردر قرار من مين يلا؟ من الامم المتحده واي سي جي يلا؟ جادجمنت حكم المحكمه العدل الدوليه بتقول ان ايرانيان جفرمنت ريسبونسبل والمفروض ترجع وتفرج عن الرهائن وتدفع تعويض لامريكا. مش بس كده ايران لغايه النهارده في مشاكل وفي عقوبات اقتصاديه وفي مشاكل كتير بسبب الايه؟ الازمه اللي كانت موجوده من سنه 1979 من ايام الثوره الايرانيه لغايه النهارده ايران محطوط عليها من امريكا وطول الوقت امريكا بتطبق عقوبات على ايران مش بس كده عشان كمان ايران عايزه يبقى عندها نووي ومشاكل ثانيه كتير لكن احنا هنا بنتكلم في المشكله الايه؟ الدبلوماسيه تمام كده؟ ايه دبلوماسيه؟ الدبلوماسيه او تعالى نعمل ديفينيشن نعمل يلا ديفينيشن ماشي؟ دي يلا يعني ايه دبلوماسيه؟ يعني ايه الدبلوماسيه؟ ما تيجي نحل الايه؟ الموضوع بشكل ايه؟ ودي سلمي بالحب تمام كده؟ يبقى يعني ايه الدبلوماسيه؟ الدبلوماسيه هي اي طريقه الدول بتتواصل بيها ايه؟ مع بعض وخصوصا بتحصل من خلال عن طريق الانترنت
عن طريق الفيسبوك ولا عن طريق بالظبط؟ ممثلين رسميين. رسميين. وبالتالي نقدر نقول ان الدبلوماسيه هي اني مينز. الدبلوماسيه يلا كل الوسائل واي وسيله، تمام كده، اللي من خلالها باي ويتش، الوسائل التي من خلالها مين يلا ستيتس بيعملوا يلا كام دولار يلا الدول من خلالها استابليش ريليشن، طرق من خلالها هنبني علاقات، من خلالها هنعمل ايه مينتين ريليشن، يعني مينتين ريليشن ونحافظ على هذه العلاقات، يبقى استابليش ريليشن ومينتين يلا ريليشن. تمام. الدول من خلال الطرق الدبلوماسيه كوميونيكيت وذ ايتش اذر، بيتواصلوا مع بعض. طيب بيعملوا ايه كمان؟ كاري اوت، وبيقوموا بيه بتنفيذ خلاص ترانزاكشنز، المعاملات، سواء المعاملات دي كانت اقتصاديه او سياسيه او تجاريه او ايا كان، كل المعاملات بتتم بطرق دبلوماسيه. مجرد ان بلدين يتواصلوا مع بعض، خد بالك حتى لو في حاله حرب، ممكن نقول احنا في حرب اه بس يلا نتبادل اسرى، يلا نتبادل ايه؟ خد شويه اسرى وهات شويه اسرى. احنا عاملين نفرم في بعض زي مصر واسرائيل وبعد حرب 73، وجت بواسطه امريكيه هنري كيسنجر وزير خارجيه امريكا وعمل حاجه اسمها وقف اطلاق ايه؟ نار. ادي حصل اهو تواصل دبلوماسي وقفنا اطلاق النار. زي غزه لما فرمت الكيان الصهيوني من كام يوم او من كام اسبوع خلاص، وفي الاخر جروا على امريكا الحقونا، امريكا راحت لمصر الحقينا، قعدوا الاثنين مع بعض وانهوا الموضوع وعملوا وقف اطلاق الايه؟ نار. تمام؟ رغم ان هم عندهم ترسانه عسكريه رهيبه وغزه بقدرات ضعيفه جدا قدروا يحطوا على اسرائيل، تمام؟ عشان هم جبنه. المهم خلاصه الكلام، يبقى الدول لما بتتواصل مع بعض لازم تكون في حاله سلام، صح ولا غلط؟ غلط، ولا ممكن يكونوا في حاله سلام او حرب؟ بالظبط كده. اكزيست العلاقات الدبلوماسيه تتواجد ما بين الدول among states سواء وذر، سواء يلا كانت الدول في in a state of war، يعني ايه in a state of war؟ في حاله حرب، او in a state of peace او في حاله ايه؟ سيفل، تمام كده؟ يبقى war او peace. يبقى تاني يعني ايه علاقات دبلوماسيه؟ تواصل الدول مع بعض باي طريقه، سواء كنا في حاله حرب او في حاله سلام، عشان ننشئ علاقات خلاص والدنيا تبقى ما بيننا ايه؟ في المال، ماشي؟ دايما التواصل بيحصل ازاي؟ جوابات رسائل ممكن، ولكن مين اللي هيقدم الجوابات والرسائل دي؟ نقعد مع بعض ونتكلم ممكن، طب بس مين اللي هيقعد مع بعض ويتكلم؟ ممثلين معتمدين بيسموهم يلا اللي هم ليهم اسم تاني، مين يجيب لي اسم تاني؟ الاوثورايزد ايجنتس اكريديتد ريبريزنتيفز. اكريديت يلا يعني ايه اكريديتد ريبريزنتيفز؟ ممثلين معتمدين، تمام كده؟ كل دوله بتبعت الممثل المعتمد بتاعها، يعني مثلا انت واحد مصري كده في الزياره في الصين، تقوم داخل على رئيس الصين كده بتقول له انا جاي اتكلم معاك، انا مصر وابوها مصر، شرطت مننا وجاي مننا، لا انت مش انت مالك، انت مصري مواطن عادي، لازم تكون مفوض من مين؟ من الدوله. يبقى ممثل معتمد رسمي من الايه؟ من الدوله، هو اللي بيتكلم باسم الايه؟ الدوله، تمام؟ طيب تعالى ناخد شويه امثله لهذا التبادل الدبلوماسي او للممثلين الدبلوماسيين او للممثلين المعتمدين، تمام؟ الدول لما بتيجي تتفاوض مع بعض او تتواصل مع بعض بتتبادل حاجه، تتبادل يلا بنقول بيتبادل الممثلين او بنتبادل البعثات الدبلوماسيه، بنتبادل يلا البعثات الدبلوماسيه. انواع البعثات الدبلوماسيه دي يلا اكستشينج، عندنا امثله الدول هتعمل يلا اكستشينج ميشن، اكستشينج يلا ميشن، يعني ميشن ميشن بوسبل ولا من ده ولا ميشن يعني بعثه؟ ميشن تمام. بيرمننت دبلوماتيك ميشن، بيرمننت دبلوماتيك يلا بعثة دبلوماسية دائمة. يعني ايه بعثة دبلوماسية دائمة؟ يعني اجي اشتري عندك حتة ارض وابني عليها مبنى، او اشتري مبنى على طول جاهز واعتبر هو دي السفارة، يعني مصر تروح في امريكا وتشتري مكان يقول لك ده السفارة المصرية، او امريكا تيجي عندنا زي السفارة الامريكية في جاردن سيتي، دي اكبر سفارة في مصر، تمام، ويشتروا مبنى ويقول لك هي دي السفارة الايه؟ الامريكية. دي اسمها البعثة الدائمة، اسمها يلا يعني هم موجودين هنا بصفة دائمة. البعثة دي مين رئيسها؟ سفير طبعا، معاه موظفين كتير بيمثلوا الدولة. يعني انت لو مثلا راح تاخد الفيزا بتاعت امريكا على سفر امريكا لازم تعدي على سفارة امريكا. لو انت عندك مثلا مشكلة مع مواطن امريكي ممكن نرجع لسفارة امريكا. مواطن امريكي موجود في مصر وعنده مشكلة يروح لسفارة ايه؟ امريكا. يعني سفارة امريكا دي موجودة بصفة دائمة، تمام؟ عشان تتواصل مع مصر وعشان تحل مشكلة الايه؟ المواطنين بتوعها. نفس الكلام مصر ليها بعثة دائمة في ايه؟ في امريكا. يبقى احنا بنتبادل البعثات، بنتبادل يلا اللي هي السفارات، ماشي؟ بنسميها امبسي، بنسميها يلا امبسي سفارة. كلكم عارفينها يعني. فهم عندنا هنا بعثه دائمه موجوده طول الوقت وطول السنه الايام كلها بتاعت السنه، ماشي؟ ممكن نقول في عندنا نوع تاني من البعثات اسمها بعثه منتظمه، بعثه يلا منتظمه. احنا مش شاريين مكان عندهم، هم الناس سفاره عندهم، بس كل شهر بنبعت لهم السفير بتاعنا يتكلم معاهم ويرجع، يقعد هناك يومين ويرجع. كل شهر السفير بتاعنا يروح هناك يقعد معاهم يومين ويرجع.
دي اسمها ايه؟ بعثة ايه؟ منتظمة. بعثة يلا منتظمة، يروح لهم كل شهر او كل شهرين، تمام كده؟ بمواعيد منتظمة، اسمها ريجيلر ميشن. اسمها يلا يعني موجود هناك بصفة دائمة ولا بيروح لهم كل فترة؟ كل فترة لكنها منتظمة، تمام كده؟ طيب بلدين مفيش ما بينهم سفارات، احنا عندنا سفارة ليهم وهم عندهم سفارة لينا، تمام كده؟ ولكن حصل ما بيننا مشكلتين، او عايزين نخلص معاهم صفقة، كنا متعودين نجيب بترول من السعوديه بقينا عايزين نجيب بترول من البلد دي، او كنا بنجيب قمح كتير جدا معظم القمح بتاعنا بنجيبه من امريكا وقلنا والله مش عارف نجيبه من بلد تاني، لكن البلد دي احنا ملناش معاهم علاقات قويه وملناش عندهم سفاره، نقوم جايبين ممثلين مخصوصين بعثه مخصوصه فيها شويه اقتصاديين وشويه خبراء وشويه تجاريين يروحوا يخلصوا صفقه القمح ويرجعوا، يروحوا يلا يخلصوا الصفقه ويرجعوا. هل لينا سفاره هناك بصفه دائمه؟ هل كل شهر بنبعت لهم حد ولا بعت لهم حد مره واحده؟ مره واحده يخلصوا الصفقه ويجي، تمام كده؟ ودي بقى اسمها سبيشال ميشن. اسمها يلا سبيشال ميشن، بعثه خاصه راح تحل مشكله او تنفذ صفقه في مره واحده، تمام كده؟ ليها اسم تاني باللاتيني اسمها اد هوك. اسمها يلا اد هوك، يعني كلمه اد هوك هي كلمه سبيشال، تمام كده؟ هي بعثه دبلوماسيه ايه؟ خاصه، تمام كده؟ فهمنا الكلام كله؟ طيب نستريس على اخر بوينت، معظم القواعد بتاعه العلاقات الدبلوماسيه جايه منين يلا؟ من جزئين، جايه منين يلا؟ من عرض يا الا اعراف موجوده بقى لها مئات السنين، تمام؟ لا الا قواعد تطورت مع كتابه القانون. طب هو القانون اللي احنا ماشيين عليه؟ معاهدات، معاهده فيينا، معاهده يلا، وعندنا معاهده فيينا، علاقات دبلوماسيه وعلاقات قنصليه، تمام؟ طب معظم القواعد، لو سالتك سؤال ذكاء، معظم القواعد اللي جوه معاهده فيينا، عندنا معاهدتين، فيينا دبلوماسيه وفيينا ايه؟ قنصليه. جواك مثلا 100 ماده، الكلام ده جاي منين؟ كلام جديد اتكتب لسه لاول مره سنه 61، وكلام حصل له كوديفيكيشن، كلام حصل له يلا يعني كانت براكتس احنا ماشيين عليها بقالنا مئات الايه؟ سنين، جبنا العرف اللي احنا ماشيين عليه بقالنا مئات السنين وكتبناه ووقعنا عليه وصدقنا عليه، فتحول من عرف وبقى معاهده. خد بالك، هو العرف ملزم والمعاهده برضه، بس استفدت ايه لما خليته معاهده؟ ان العرف غير مكتوب، اما المعاهده دي ايه؟ مكتوبه، تمام؟ فسهلت المشاكل وقللت المشاكل وخلت التطبيق بتاع القانون ايه؟ اسهل. خلاص شباب نقرا كده مع بعض بسرعه نبقى خلاص. شابتر 5 ديبلوماتيك اند كونسولر ريليشنز، تمام كده؟ يبقى في كلمه السر النهارده هي كلمه ريليشنز، تمام كده؟ فبنقول في اول باراجراف ده الديفينيشن، يلا بيقول لك ان ذا سمبلست سنس او بابسط المعاني او بابسط مفهوم ببساطه يعني نقدر نقول الدبلوماسي كومبرايز، اكتب لي هنا حرف الدي كابيتال ده الديفينيشن، ها؟ الدبلوماسيه تشمل او تعني، تمام كده؟ دبلوماسي تشمل ايه يلا ها؟ اني مينز، اني يلا؟ كل الطرق والوسائل او اي وسائل باي ويتش التي من خلالها الستيتس، ونرقم شويه الفيربس يلا؟ ها الدول بتعمل يلا؟ استابلش ومينتين ريليشن، استابلش يلا؟ ادي تو فيربس اهو، استابلش ريليشنز ومينتين ايه؟ ريليشن. الفيرب اللي بعده كوميونيكيت، الدول برضه بتعمل يلا؟ كوميونيكيت ويز ايتش اذر، تتواصل مع بعض، تتواصل مع بعض. اور كاري اوت، ادي الفيرب اللي بعده كاري اوت، دايما الفيرب بيبقى بولد وتالي كده مايل متغمق وفي تحته نقط ماشي؟ ورقي كاري اوت بوليتيكال او ليجال ايه؟ ترانزاكشن، بنعمل علاقات تمام او صفقات سياسيه وايه؟ وقانونيه واحيانا كمان اقتصاديه، ممكن كمان نزود هنا ايكونوميك، ايكونوميك ترانزاكشن تمام؟ ان ايتش كيس، في كل الحالات الدول ما بتتعاملش عشوائي، الدول بتتعامل من خلال ممثلين معتمدين بالظبط كده، او بنسميهم ممثلين دبلوماسيين تمام؟ يبقى through the authorized agents، تمام كده؟ الفقرة اللي بعدها يلا بيقول لك ايه؟ diplomacy in the sense may exist between states، وبهذا المفهوم يبقى كده كده الدبلوماسية موجودة ما بين الدول، سواء كانوا في حالة سلام أو في حالة حرب، تمام؟ in a state of war، سواء كانت الدول في حالة يلا state ممكن يكون معناها دولة، state ممكن يكون معناها ولاية، state هنا معناها في حالة، تمام؟ in a state of war or armed conflict أو حتى نزاع مسلح، هو في فرق يعني اللي حصل ما بين الكيان الصهيوني العرق وما بين فلسطين الفتره اللي فاتت دي كان بمثابه نزاع يعني نزاع مسلح، ما وصلش ان هو بقى حرب رب الطول، تمام كده؟ فبيقول المهم الاثنين فيهم ضرب نار وقتل وكده، الوور والارمي كونفليكت with each other، the concept of diplomacy، مفهوم الدبلوماسيه is more related to communication، يبقى الدبلوماسيه اهم كلمتين فيهم ريليشن وكوميونيكيشن، ريليشن ايه يلا؟ بس كانت اهم كلمه ريليشن، ثاني اهم كلمه يلا؟ ما هي العلاقه دي هتتم ازاي؟ لازم يكون في ايه؟ تواصل، تمام كده؟ وبالتالي whether with friendly or hostile purpose، سواء كان التواصل ده لاغراض فيها اغراض تعاون او اغراض فيها اغراض ايه؟ عدائيه، زي ما اثيوبيا عايزه تعتدي على حقنا في الميه، احنا مش هنسكت لها، مش هنسيب حقنا، تمام كده؟ بنحاول نعمل كل ده بدلا من ايه بقى؟ بدلا من اللجوء للمنازعات الماديه المسلحه، تمام كده؟ rather than بدلا من
material forms of conflict بدل من يلا material forms بدل من الاشكال ايه الماديه من الصراعات. والصراع ممكن يكون صراع مسلح، ممكن يكون صراع اقتصادي economic conflict او military ايه. يبقى اللي احنا عايزين نتجنبه هو الميليتري كونفليكت، صراع عسكري، وده اسوء حاجه لان حتى الكسبان بيموت من عنده ناس للاسف. او ايكونوميك كونفليكت، اقعد بقى ارخم عليك اقتصاديا وانت ترخم عليا اقتصاديا، اللي هي فكره سياسه العصايه والايه؟ والجزر. مش عايزين نرجع للكلام كله ويبقى الموضوع ماشي بدي دبلوماسي، تمام؟ اللي بعده نورمالي دبلوماسي. الباراجراف ده هو انواع البعثات، اكتب لي جنبها كده انواع البعثات او الممثلين. كل مجموعه من الممثلين بيكونوا بعثه، تمام كده؟ البعثه دي يعني لما نقول سفاره مصر في امريكا ممكن تلاقي هناك 10 موظفين 20 موظف، في دوله ثانيه ممكن 30 موظف واكثر، تمام؟ وهكذا. عددهم بيزيد او يقل، المهم ان هم مجموعه من الموظفين على راسهم سفير يكونوا بعثه، يكونوا يلا بعثه، تمام؟ طبعا لما بنيجي نبعت بعثه بنبعتها لمين؟ يا لدوله يا منظمه. يعني كل البعثات دي ممكن نبعتها لمين؟ لدوله او نبعت البعثه منظمه، زي ما في سفاره مصر في امريكا، في برضه حاجه اسمها الممثلين المصريين في الامم المتحده، اسمها بعثه مصر في الامم المتحده، تمام كده؟ فاي بعثات بتتبعت يا لدول يا منظمات، ماشي؟ يلا بينا. بيقول لك ايه؟ normally diplomacy involves the exchange. يلا الكلمه هنا exchange، هنتبادل. تبادل ايه؟ يلا permanent diplomatic mission، بعثات دبلوماسيه ايه؟ دائمه، موجوده بصفه دائمه، وبيبقى اسمها سفاره او مفوضيه عليا، يبقى اسمها يلا سفاره او مفوضيه عليا، تمام؟ embassy او high commission، الاسامي دي مهمه. embassy او high commission. يعني ما ينفعش اقول على السفاره مؤقته، ما ينفعش اقول على السفاره خاصه، السفاره يعني موجوده بصفه دائمه، تمام كده؟ بس اسمها سفاره او مفوضيه عليا. اور ات ليست، طب لو ما عندناش سفاره، ما عندناش مبنى هناك بتاع مصر موجود بصفه دائمه، يبقى انا بعتنا لهم ناس بصفه ايه؟ منتظم، تمام؟ اللي هو النوع الثاني اللي هو يبقى يلا ريجولر، تمام كده؟ ريجولر، تمام؟ ريجولر دبلوماتيك ميشنز. ده النوع الثاني. برضه بيقول لك هنا ما تتلخبطش، بيقول لك اند في برضه permanent missions يلا تو اي اوز، ممكن تبعت بعثه دائمه بس بدل ما تكون لدوله تكون لايه؟ لمنظمه، زي الممثلين المصريين الموجودين بصفه دائمه في الامم المتحده، تمام؟ في مقرها في امريكا. such as necessary representation for the state in the United Nations، ده اشهر مثال في العالم. اكثر منظمه لازم يكون لك فيها تواجد هناك باستمرار يوميا، تمام كده؟ and other major intergovernmental organization، والمنظمات الدولية المهمة أو المنظمات الحكومية. intergovernmental يعني بين الحكومات، بين يلا حكومات، يعني منظمات حكومية. كل ده لا جديد، هي برضه permanent، هي برضه يلا، بس بدل ما أنا بعتها لدولة بعتها لمين؟ منظمة، يعني ده مش نوع جديد، أنا بس هنا الاختلاف أنا بعت لدولة ولا بعت لمنظمة، تمام؟ اللي بعده also there are، وده النوع الثالث بقى. يعني احنا قلنا عندنا permanent missions regular missions، عندنا النوع الثالث سبيشال ميشن او اد هوك، بالظبط كده، تمام؟ يلا النوع الثالث اسمه سبيشال ميشنز او اد هوك ميشنز، ماشي؟ سبيشال هي اد هوك، هي بس ده لاتيني يعني. اند ذا ريبريزنتيفز اوف ذا ستيتس ات اد هوك كونفرنسز، في المؤتمرات الخاصه، المؤتمرات يلا الخاصه. تمام؟ نعيد تاني، انت لما بتبعت حد مره واحده سبيشال هو راح يخلص صفقه تجاريه، راح يخلص مشكلة أو مؤتمر هيتعمل لمرة واحدة. يعني مثلا الدول العربية قررت تعمل مؤتمر ليه علاقة بفلسطين بس عشان المشكلة بتاعت اليومين دول، اتلموا مرة واحدة اتقابلوا خلاص. فده اسمه اد هوك، اسمه يلا اد هوك كونفرنس، يعني كونفرنس اتعمل مرة واحدة لحالة خاصة، تمام؟ بعد كده بيقول لك ذا رولز اوف انترناشونال لا جفرنينج دبلوماتيك ريليشنز، القواعد بتاعت القانون الدولي اللي بتحكم فكرة ايه اتش يلا العلاقات الايه؟ الدبلوماسية دبلوماتيك ريليشنز جاية منين؟ وير ذا برودكت يعني ريزلت، برودكت يعني يلا ريزلت، جايه منين؟ من مصدرين، تمام كده؟ يلا نرقم مصادر القواعد، ان السفير ده له حصانه، السفاره نفسها المبنى له حصانه، الكلام ده كله جاي منين؟ يلا واحد اوف ذا لونج استابلش براكتس، لونج استابلش براكتس، رقمي ده رقم كام؟ واحد، ويبقى ده ايه؟ البديل بتاعه يا سمير صح صح ده بديل يلا عرف بالظبط يا يو، تمام؟ يبقى لونج براكتس مقصود بيه لونج الكاستم reflected خلاص in the legislative provisions and judicial decisions، تمام كده؟ اما اجي اعرف الدول بقى لها مئات السنين ماشيه على العرف والعرف نفسه مش مكتوب، طب اجيبه منين؟ هتلاقيه موجود في النصوص التشريعيه والاحكام القضائيه، ركز في الحته دي جايه قوي. of national law، of يلا national law، يعني انا العرف الدولي مش مكتوب استدل عليه منين؟
من القوانين المحليه والاحكام المحليه. من ايه يلا؟ من القوانين المحليه والاحكام الايه؟ يعني العرف الدولي بيقول خلاص ان السفير ليه حصانه ما ينفعش حد يفتشه والكلام ده كله. خلاص السفير احنا بقى لنا عرف ماشيين عليه بقى لنا مئات السنين مش مكتوب. طب عايز اثبته، اثبته ازاي؟ اجي الاقي القانون المصري والقانون الامريكي والقانون اللي هو القانون الايه؟ المحليه. في القانون الجنائي درستوها في القانون الجنائي ان زي ما في مبدا الايه؟ الاقليميه، في استثناءات على مبدا الاقليميه منها الحصانه الدبلوماسيه، تمام كده؟ الاقي في احكام قضائيه بتؤكد الكلام ده، احكام مصريه، تمام؟ بتقول ان السفير الفلاني مش عارف ايه، كنا لسه رايحين ناخد ضد اجراءات، ما عرفناش ناخد ضد اجراءات عشان معاه حصانه ايه؟ اجرائيه. طب يا عم الراجل عامل مشكله، رحاله، اخرك ترحاله، لكن ما تقدرش تقبض عليه، تطلب دولته بقى هي اللي ايه؟ اللي تعاقبه، دولته هي اللي ايه؟ تعاقبه، لان هو معاه حصانه. فالعرف نفسه موجود بقاله مئات السنين، كنا بنستدل عليه من القوانين المحليه والاحكام الايه؟ المحليه، تمام كده؟ Also diplomacy law، كل ده العرف، ماشي؟ Also diplomacy law has now been codified. يعني ايه now been codified؟ جبنا القواعد اللي احنا ماشيين عليها بقالنا مئات السنين، كتبناها في شكل معاهده، وقع يا ابن حبيبي، صدق يا ابن حبيبي، يبقى كده عملت الكوديفيكيشن، عملت يلا؟ كوديفيكيشن، تقنين، تمام؟ To considerable extent، يعني معظم القواعد دي حصل لها تقنين in the Vienna ايه؟ كونفنشن. عندنا كام فيينا كونفنشن هنا؟ اثنين. فيينا كونفنشن اللي انا اتعملت في فيينا. دبلوماتيك وكونسيلر. دبلوماتيك يلا واحده 1961 واحده 1963 تمام؟ اللي بعده. Parts of فيينا كونفنشن، اجزاء من فيينا كونفنشن ار بيست اون اكزيستنج براكتس. يعني لو جبنا فيينا كونفنشن وفتحناها هنلاقي في كلام منها قديم. هو بس اتكتب، هو بس يلا اتكتب. قواعد ماشيين على بالنا كتير ولكنها اتكتبت. عرف كان موجود بالفعل واتقنن. ونلاقي جزء منها قواعد جديده كانت لسه اول مره تظهر، افتكسوا قواعد جديده. يعني سنه 1961 مش كل القواعد كلها عرف، عرف اتكتب واخترعوا قواعد يلا جديده، تمام؟ يبقى هل كل فيينا كونفنشن عباره عن تقنين فقط ولا ابتكر قواعد جديده؟ لا طبعا في قواعد جديده ابتكرت، تمام؟ However the ratification mount up، يعني ايه ratification mount up؟ دايما التاريخ ده بيكون تاريخ التوقيع، تاريخ يلا توقيع. طبعا هل بعد التوقيع فقط المعاهده ملزمه ولا لازم تصديق؟ لازم تصديق، تمام كده؟ طب بعد ما صدق بدات الدول العالم تصدق. طب ما كانش في دول موجوده ساعه التوقيع والتصديق تعمل ايه يلا؟ انضمام بالظبط، اكسيشن، تمام؟ انضمام لغايه ما في الاخر وصل عدد المصدقين على هذه المعاهده والمنضمين لهذه المعاهده اكثر من 180 دوله. هتلاقي في ثاني سطر اهو اتليست 180 ايه؟ بارتس. اتليست 100 يلا؟ 180 بارتس. عندنا 180 بارتي يعني 180 دولة، يعني معاهدة من أكثر المعاهدات منضمين ليها دول في العالم، لأن دول العالم كلهم ما كملوش 200 دولة أصلاً، ماشي؟ The importance أهمية مبادئ الدبلوماسية the principle of the law، عايز بقى قضية تثبت لي الكلام ده. القضية بتاعت يلا طهران، ماشي؟ بيقول لك the principles of law embodied in the Vienna Convention was stressed by ICJ، تم التأكيد عليها من يلا؟ من ICJ. من ICJ دي؟ International Court of Justice. In the case concerning United States، في القضية المتعلقة ما بين مين أطرافها؟ أمريكا وإيران، تمام كده؟ كانوا بيسموها قضية طهران عشان إيه حصلت في طهران. المهم ما بين United States Diplomatic and Consular Staff، مش حاجة اسمها ستاف، ستاف في ليبي ليو، أما دي اسمها ستاف. ستاف يعني شيء أو مادة، أما ستاف يعني فريق العمل، تمام كده؟ الكرو يعني. الستاف إن طهران في السفارة الأمريكية بتاعتهم اللي كانت موجودة في طهران Order 15 ديسمبر 1979 79 لان هو ده التاريخ اللي حصل فيه الثوره الايرانيه. وعقبال ما الحكم طلع كان الحكم طلع بعدها بسنه جادجمنت سنه 1980. مش مهم الايام لكن مهم السنين. فالازمه نفسها حصلت سنه كام يلا؟ 79 وطلع قرار من الامم المتحده افرجوا يا ابني عن الرهائن. ما افرجناش. لجأنا لمحكمه العدل الايه؟ الدوليه. وعقبال محكمه العدل الدوليه طلعت قرار خالد سنه 1980. دي من الاحكام السريعه. محكمه العدل الدوليه صعب تتاخر اكتر من كده، تمام؟ 1980. ايه بقى الحكم؟ يلا عشان دي اخر باراجراف اللي هنقف عند كلمه هوستجز والباقي ده مش معانا، خلاص؟ يعني الدكتور وقف عند الجزء ده. In its judgment on the merits، بناء على الوقائع. كلمه merits مهمه جدا، معناها جداره واستحقاق، ولكن ايضا هنا معناها ايه؟ وقائع، facts يعني. The ICJ observed the obligations of the Iranian government. يبقى مين اللي عقد عليه المسؤوليه؟ The Iranian government، تمام؟ Here in question are not merely contractual. المسألة هنا مش مجرد مسألة تعاقدية، أمال المسألة أكبر من كده. But also obligation.
تعاقديه قال ان امريكا وايران الاثنين موقعين على هذه الايه؟ المعاهده. احنا ما بنقولش not contractual، لما اقول not merely يعني not only. انا ما نفتش ده. not merely يعني not ايه؟ only. يعني في جزء تعاقدي لان احنا الاثنين موقعين على نفس المعاهده. but also يلا المسألة منها جزء منها تعاقدي وجزء منها مبني على المعاهدة but also يبقى not merely هي not merely هي هي not only ماشي وضحوها لنفسكم but also ولكن أيضا الالتزامات دي جاية من obligations under general international law قانون الدولي اللي يلا العام اللي موجود حتى من قبل المعاهدات اللي كان موجود في شكل عرف اللي كان موجود شكل يلا عرف تمام in that case the government of Iran was held responsible for the failing to prevent the invading of the US embassy يبقى هنا الحكومه الايرانيه سئلت على ان هي فشلت في حمايه السفاره الايه الامريكيه حتى تلاقي معظم السفارات لما تروح جاردن سيتي ولما تروح الزمالك في القاهره مثلا تلاقي دايما عليها حراسه جنود مصريين من بره الجنود اللي جوه من بلدهم يعني مثلا سفاره الهند تلاقي الجنود اللي جوه من الهند لكن من بره الحراسه بتاعتها ما نقدرش نخش السفاره ما نقدرش لكن تحميهم من ايه من بره هنا حكومه ايران فشلت في حمايه السفاره الامريكيه US embassy and for subsequently تمام and for subsequently approving the actions of militants والميليتنتس دول هم اللي هم بيسموهم الميليشيات في كلمه ميليشيا جايه من كلمه ميليتنت دي بيسموهم ميليشيا او متمردين يعني قوات عسكريه ولكن غير نظاميه ما هوش جيش منظم يعني شويه ناس متمردين معاهم سلاح تمام لما كانوا طلبه اصلا معظمهم in invading the United States ايه ميشن اللي اخترقوا واحتلوا البعثه الدبلوماسيه الامريكيه في طهران وكمان ايه تمام وهولدنج الدبلوماتيك اند كونسل ستاف ايه هوستجز وحجزوا معظم الستاف في شكل ايه طيب ما افرجوش عنهم غير بعد 444 3 4 الباقي مش معانا الدكتور واقف لغايه هنا مش بس كده الدكتور واقف يعتبر عند الفقره اللي قبلها بس انا خدت الفقره دي احتياطي تمام لانه اتكلم عليها بالعربي ويعتبر الجزء ده معانا نبقى في امان يعني خلاص احنا كده تاني خلاص خلصنا دكتور وليد يعني دلعكم السنه دي والسنه دي التقدير والامتياز في الدوري ببلاش اصغر منهج في العالم تمام